خليني اقول لك مثلا باهتمام اظنه مباشر جدا بالنسبه لي، جلسات المحور السياسي، واللي دايما انا اشجع فيها على طولة البال والصبر، وانه نبقى متفقين على انه احنا جايين نتفاوض وجايين نتكلم وجايين كل واحد فينا بيسيب للتاني مساحة، مش مساحة بس في المناقشة، يعني أسيب لك نقطة وتسيب لي نقطة، بنشد وبنرخي زي ما بتقال. النتائج المأمولة بقى لانطلاق جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني، أنا بالنسبة لي دي واحدة من أهم الأمور. معايا على التليفون النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا 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 يا سيادة النائب. اهلا وسهلا بحضرتك يا سياده النائب. ازيك يا احمد، عامل ايه الاحوال؟ كله تمام الحمد لله، كله بخير الحمد لله. ال- 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 المأمول من الجلسات كيفما تراها من متابعتك، من حضورك، من المناقشات، مما يصل اليه، انت شايف المأمول يصل بينا الى اي مدى من اسقف الطموح؟ طب انا هكلمك من منظور وزاويه المدرسه السياسيه اللي انا جايبها. ماشي. مدرسة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، احنا منصة حوارية صح، بنعلي جدا قيمة الحوار، وبنعتبر نفسنا منصة حوارية جامعة لكافة القوى والأطياف الوطنية المصرية. فبالتالي الحوار في حد ذاته هو قيمة يجب أن نسمنها بشكل ضخم ونديها حقها في هذا الأمر. وفي النهاية الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد لهذا الوطن قضية، بل بالعكس ممكن شخص يكون مختلف معايا يخرج عنه فكرة تكون مفيدة للدولة الوطنية المصرية، يجب جميعا أن نتمسك بها لأنها تبقى في مصلحة الوطن، وهي المصلحة اللي احنا كلنا بنرجوها من هذا الحوار والعكس. فبالتالي حالة الحوار في حد ذاته قيمة كبيرة لازم نسمنها، ولازم نقول أنها أمر ضروري أن يكون اللي هو أنه بدأ وأمر ضروري أن يستمر، وما تبقاش فترة زمنية محدودة، ولكن يكون حوار مستمر غير منقطع. نأمل أن احنا نوصل إلى نقاط مشتركة بين كافة الأطياف تكون جزء من ترتيب العمل الوطني وإذانا ببدء الجمهورية الجديدة. بمفهوم، احنا النهاردة قاعدين بنتكلم وبنتناقش حوالين عدد من الرؤى السياسية. الرؤى دي يجب او يعني ويجب ان نبذل الجهد الكبير علشان نوصل لمساحات مشتركه نقدر نقول ان هذا هو المخرج المشترك وهذا محل اختلاف. وطبيعه الامر ان لازم يبقى فيه محل اختلاف في العديد من الامور، لان احنا مش اصحاب رؤى ولا افكار ولا ايديولوجيات متطابقه. ولو كان الامر بهذا اليسر كان يبقى في حزب واحد يجمع كل الاراء والافكار ما دام دوت متاح. فبالتالي المسألة مسألة ان احنا بنستعرض الرؤى ونستمع للفكر الاخر والعكس الصحيح، وبالتالي نوصل لرؤية عامة شاملة نقدر يكون فيها مساحات مشتركة نبني عليها خلال الفترة القادمة. طيب، مما لا شك فيه انه التنسيقية تحديدا هي بتعكس حالة تناغم كبيرة وواضحة الى ابعد الحدود، واضحة فعلا ما بين اصوات من المعارضة وأصوات من الموالاة. هذا التناغم كان منعكس في أداء التنسيقية طول الوقت، في محاوراتها، في مخرجاتها، في أوراق عملها، في أدائها البرلماني، في غرفتين نواب وشيوخ إلى آخره. إلى أي مدى نقدر نوصل بهذا التناغم إلى مائدة الحوار السياسي أو المحور السياسي في الحوار الوطني؟ خليني أقول لك حالة التناغم دي مستمرة. احنا بنمثل كافة اطياف العمل السياسي المصري، هتكتشف احزاب من اقصى اليمين الى اقصى اليسار ايديولوجيا موجوده. مزبوط. احزاب مؤيده ومعارضه ممارسه موجوده، وفي نفس التوقيت كله بيطرح وجهات نظر، وفي الاخر بنوصل لمساحات مشتركه. في وقت معين كان حزب التجمع اللي هو حزب يسار وحزب المصريين الاحرار اللي هو حزب الليبرالي اتكلموا وكتبوا ورقه عن رؤيه مشتركه حول القطاع العام، وده كان ده يعني ان ودي رؤيه اقتصاديه، واحنا بنتكلم على مدرستين سياسيتين مختلفتين، لكن جايز ان احنا نوصل لنقاط مشتركه في بعض الملفات. بالمناسبه احنا النهارده واحنا بنتكلم على النظام الانتخابي مثلا،
تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين في بدايه عام 2020 ادارت حوار مجتمعي حول كل القوانين المنظمه للعمليه الانتخابيه بكل المحاور، سواء كان محور النظام الانتخابي، سواء كان محور عدد المقاعد، سواء كان محور متمثل في تقسيم الدوائر، حتى مواعيد الانتخابات المقترحه بالاخص اللي ما كانش فيه بالنسبه لمجلس الشيوخ ومجلس المجالس المحليه. ادرنا هذا الحوار، واعتقد ان احنا اشرت لهذا الامر في كلمتي داخل الحوار المجتمعي، وهنتقدم بمخرجات هذا الحوار في كتيب لاداره الحوار الوطني خلال الفتره القادمه باذن الله. انا بشكرك جدا 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 يا احمد، كل الشكر للنائب احمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.